تفتكر المعمل بالاساس كانت بدات يمكن بعد ما الماسونيه توقف شهر او شهرين، وكانت الفكره الرئيسيه ان احنا ساعتها قلنا لازم الناس تعرف مين هو بسيوني. بعد ما مات بحوالي اسبوع او اسبوعين جمعت كل الماتيريالز اللي كانت عندي، انا كنت بصور له كل الشغل بتاعه تقريبا، فجمعت كل الماتيريالز وعملت له الفيلم الدوكيومنتري ده. في شهر مارس بدأنا نقترح مشروع فينيسيا، لان مشروع فينيسيا كان المقترح وقتها ان احنا نعمل ريتروسبكتيف او معرض استعادي لاخر اربع اعمال بالذات في الاوبن سورس والبرفورمانس لبسيوني. كونا المجموعه وجمعنا كل التيم، قررنا لا من الافضل ان احنا نعرض بسيوني كفنان مش كواحد شهيد او كحد ميت. يعني تقسيمه المعرض انها تبقى في معرض استعادي كبير في درب خاص بيجمع كل الشغل بتاعه بشكل يمكن اهم شغل عمله اللي تميز بيه بسيوني، فن الصوت وفن الاداء وفنون التفاعليه الرقميه، ومعرض في جزء من مشروع فينيسيا على شاشتين بالاضافه لتسجيلات تانية متنوعه خاصه بتسجيلاته في يوم 25/26 بالموبايل بتاعه ده هنا في الجامعه الامريكيه. والمعرض الثالث المفروض ان هو معرض برضو ارشيفي بيجمع فيه كل المواد التسجيليه اللي هو اتعامل معاها مع الورش التجريبيه اللي عملها خلال الخمس سنين اللي فاتت من 2005 لحد 2010. الفكره في اقامه ثلاث معارض برضو جت من بسيوني نفسه، لان بسيوني نفسه متعدد المواهب جدا وطبيعه شغله كانت متنوعه جدا ما بين الفيديو ارت والفيجوال ارت والورش اللي عملها كمناهج تجريبيه في فن الصوت، ويمكن هو الوحيد اللي في مصر اللي عمل النوع ده من المناهج التجريبيه. والمواضيع اشتغلت بالشكل ده، ومشروع فينيسيا اتعمل هناك بالشكل اللي هو اللي موجود هنا جزء منه 30 يوم جاري في المكان، هو عباره عن استخدام للماتيريالز التسجيليه او الفوتج التسجيليه من عملين هو عملهم. انا بعتبر الفوتج بتاعه الثوره او بتاعه الميدان يوم 25/26 الفوتج دي انا بعتبرها هو كمان بيرفورمانس، يعني هو فعلا كان نازل الميدان لابس لبس استخدمه او لبسه في اداء او في معرض او اسمه النظام متماثل كان في المولويه، وكان نازل واخد الكاميرا بتاعته عشان يعمل بيرفورمانس. الفوتج دي بالنسبه لي هي مش تسجيل للثوره او تسجيل اللي حصل في الميدان على قد ما هو تسجيل لبسيوني نفسه. ومن هنا جت فكره ان احنا نجمع بين النوعين من الفيديو اللي احنا لقيناهم بشكل تسجيلي على الكمبيوتر بتاعه. كنت متوقع الناس هتتعامل مع الفوتج دي ازاي، لكن في نفس الوقت انا كنت يعني متخيل وكنت حاسس ان قد الفوتج دي ممكن تكون قوتها يمكن لان بسيوني نفسه بيصورها وصورها قبل ما يموت. كل الناس اللي كانت معاصراه وعايشه معاه بالذات في الوقت ده عارفين قد ايه الفوتج دي ممكن تكون مهمه، ويمكن يكون بسببها ممكن يكون مات او ممكن يكون ضحى بحياته بسبب الفوتج دي. لما شفت الصور لاول مره تصورته وتخيلته وهو بيصورها، وتصورت ان هو اولا بيصور من غير نظاره لابس ماسك بيتحرك بشكل يعني من غير نظاره ولابس ماسك معناه انه مش شايف، معناه بسيوني نظره ضعيف جدا من غير نظاره ما بيشوفش، فازاي بيتحرك وازاي بيتحرك وسط الناس وازاي بيجري وازاي بيعمل وهو مش لابس نظاره، ومش كده بس ده بيبص في الكاميرا. فعلى طول تصورت المشهد في ثانيه كده لما عرفت ان هو مات وهو بيصور. اول ما روح البيت يوم 25 قعد وعمل كابشن للماتيريال دي وحط التكست وعمل لها ابلود على الانترنت، يعني في اهتمام في تكاد تكون حياته كلها جوه الماتيريالز دي.
فكره علاقه الفوتج الاصليه في الميدان وعلاقتها بالبرفورمنس اللي حصل ده، يعني سنه كامله بينهم، ده حصل في يناير 2010 وده يناير 2011، بينهم سنه بالظبط، الفوتج متسجله بنفس الشخص، اتنين من البرفورمنس عكس بعض تماما، في برفورمنس بيسجل نفسه هو معزول عازل نفسه بالبدله البلاستيك اللي هو لابسها وعازل نفسه كمان بالاوضه البلاستيك وبيجري بيحاول يحسب بشكل ذاتي حسابات للطاقه المهدره دي، العكس تماما عمله في الميدان انه نزل بيتعامل بيجري بنفس الطريقه، لكن في نوع من البوزيتيف، في بيحاول يكون جزء من الجمع اللي كان موجود وده كان هدفه. اذا الفكره جت من الماتيريال، جت من طبيعه او قراءه الماتيريالز بشكل كونسبشوال. كلمه 30 يوم لها علاقه بزمن العرض، لها علاقه ب 30 يوم المعرض، ما كانش الموضوع الكونتكس بتاع علاقته ب 30 سنه او رقم 30 وعلاقته مبارك ونظام مبارك ده كله تم استعاده بعد كده. طبعا الانستريشن بتاع المعرض قايم على فكره المتحفي شويه، ان في فكره تسجيل متحفي ليه علاقه بتوثيق حتى المواد وتوثيق اللبس والازياء وتوثيق الكتابات اللي هو كان بيتكلم بيها بلسانه. كل الاعمال الموجوده في المعرض كلها اعمال تسجيليه للبرفورمانس، المادة التسجيلية للمشروع وازاي المادة التسجيلية دي بتعرض وجهة نظر بسيوني بشكل او اخر كمادة تسجيلية. يمكن شغل وحيد اللي خرج بره الدايرة دي هو شغل بتاع اسكي. المعرض مش بيعرض الاعمال زي ما انتجت بنفس الطريقة اللي تم انتاجها فيها. يمكن في اسكي في الافتتاح كان الموضوع مختلف لان البرنامج نفسه كان موجود، كنا جايبين لابتوب بتاع بسيوني، كنا مشغلين الفايل اللي هو شغال بيه بيشتغل بيه الشغل. احنا لما جينا فكرنا او انا لما جيت افكر في تقديم الشغل ده او الاعمال دي بالذات اللي هي 30 يوم جاي في المكان واسكي بالذات العملين دول، يمكن عشان فيهم استخدام للاوبن سورس وتعامل مع برنامج زي برنامج اسكي كلغه ليها علاقه بالبرمجه، يمكن المتفرجين بشكل عام ما يعرفوش حاجه عن يعني المعلومات دي بالنسبه لهم معلومات مفقوده تماما. حسيت ان من المهم ان يبقى في الدعم ده من المعلومات، غير اصلا النص بيشرح فكره العمل وده حاجه انا اللي كاتبها. طبيعه عرض النوع ده من المعارض بالذات لما يكون في كيوريتنج لفنان ساب اعماله وساب تسجيلاته ومفروض ان الكيوريتور ده بيحاول يحط نسق او فكره يحاول يجمع من خلالها الشغل ده في نسق واحد يخلي المتفرج يخرج من المعرض فاهم مستوعب الفنان ده كان بيشتغل بانهي لغه وكان بيتعامل مع ادواته ازاي وكان بيتحرك في فكره ازاي، اعتقد ده موضوع في منتهى الصعوبه خصوصا لما يكون مع واحد زي بسيوني كل شغل مختلف عن التاني. يعني فكره التعلم كانت جزء من تصميم المعرض، معرض الناس تخش تتعلم منها تقرا وتتفاعل، لان واحد زي بسيوني كل شغل اللي عمله انا بشوف ان ان ان, إن, إن الطلبه دي او دارسي الفنون دول اكتر فئه محتاجه تتعلم من بسيوني. اذا المعرض ده ليه هدف مهم ان هو جزء منه كبير جدا تعليمي، اولا جزء منه جدا توثيقي وتجميعي لكل اعمال بسيوني اللي كانت متطوره كل حته. الفوتج دي لرجليه بس، يعني في اوقات كان بيشغل الكاميرا كان بيصور وفجاه يحصل ضرب مثلا، بس الكاميرا شغاله وهو بيجري جوه الميدان وهو بيجري رجليه باينه في الصوره ورجليه اللي فيها البوت وفيها اللبس الازرق وفيها احيانا وشه كان بيظهر في بعض الفوتج برضه، بس يمكن في الشغل ده ركزت على رجليه ازاي نفسه ده بالبوت بالكل موجود في المكان، يمكن الموضوع علاقه بالزي اكتر من علاقه بالميدان، فيمكن اخترت عشان كده احط الصوره دي لان هي تخلق فكره قريبه من اللي احنا شغالين بيها هنا، يمكن تكون نفس الفكره. إعادة تقديم مشاريع بسيوني زي ما قلت لك من منظور كيرتوريال الموضوع كان منتهى الحساسية، احنا عارفين ان احنا بنعيد تقديم اعمال بسيوني. طالما هتعيد اعماله معناه ان انت لازم تعمل تدخل ليه علاقة بكونسبت وجهة نظرك انت كواحد بتعمل كيوريتنج لاعمال بسيوني من وجهة نظرك معرفتك بيه.
معرفتك بالطريقه اللي هو شغله ممكن يتقري من خلالها، وتحافظ طول الوقت على المسافه اللي بينك بالذات لو انت فنان كمان، المسافه اللي بينك كفنان وبين اعماله هو كفنان. وده كان اللي انا على قد ما انا كنت بحاول اعمله، قد يكون نجحت او فشلت، لكن في الاخر ده كانت وجهه نظري. اعتقد ان في شو كتير جدا لبسيوني على فكره ما اتعرضش كتير جدا، وتجارب كتير جدا يعني، في فيديوهات كنت ممكن اعملها ما عرفهاش خالص نهائي ولا احنا شفتها، انا اكتشفتها بالصدفه على الكمبيوتر بتاعه يعني، فيديوهات فيديو ارت معموله بالكامل مقفوله ومعمول لها تكست ومعمول لها سبتايتل وكل حاجه، اعمال صوتيه كتير جدا برضو ما اتقفلتش، ما كان فاتحها وما اتقفلتش. لازم نشكر الجامعه الامريكيه بالمبادره اللي هي عملتها بدعم المعرض، وارد جدا تعمل معرض تاني لبسيوني مختلف، ليه كونسيبت مختلف وكونتكست مختلف. يعني انا بتصوري ان احنا ممكن نعمل معارض نعملها احنا لبسيوني، نشتغل احنا ونهديله المعرض ده. اعتقد في كل سنه مهم جدا ان احنا كمجموعه من اصدقائه نعمل له حاجه زي كده.